غارات التحالف الدولي ووحدات حماية الشعب الكردي وبعض ألوية الجيش السوري الحر في كوباني كلها لم تقوى على لي ذراع تنظيم الدولة الإسلامية ومنعه من التقدم إلى وسط المدينة وشمالها، كما استعاد التنظيم المتطرف السيطرة على قرى في ريف كوباني الغربي في وقت خاض اشتباكات مع المقاتلين الأكراد الذين يدافعون عن المدينة من أجل التقدم فيها من جهة الجنوب أي باتجاه الداخل السوري. في الأثناء بلغ عدد قتلى ضربات الائتلاف الجوية منذ بدء الحملة على التنظيم المتطرف 553 شخصا في سوريا، غالبيتهم الساحقة من المسلحين المتطرفين غير السوريين، وبينهم 32 مدنيا. من الجهة التركية أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أنه على علم بالتوصل إلى اتفاق لعبور 200 مقاتل من البشمركة الكردية العراقية الحدود عبر تركيا للدفاع عن كوباني، بعدما وافق برلمان إقليم كردستان العراق على خطة إرسال المقاتلين إلى سوريا. وهذا العدد يظهر الطابع الرمزي للمساعدة العراقية، في حين يقدر ب2000 عدد المقاتلين الأكراد الذين يتصدون في كوباني لعناصر داعش. الأسلحة التي أرسلها التحالف الدولي أرسلها لقوات البشمركة حصريا، لذا لا يستطيع أي فريق آخر أن يحصل عليها، وسوف نرسل قوة من البشمركة تم تدريبها على استخدام هذه الأسلحة. من جهته أكد مسؤول كردي سوري من كوباني أن الأكراد لا يعلمون ما إذا كان مقاتلو البشمركة سيصلون ومتى، مؤكدا حصول تنسيق بين أكراد العراق وسوريا لإنجاح العملية العسكرية ضد داعش في كوباني.